ما معنى ثلاثة قروء؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتحدث عن معنى ثلاثة قروء. قبل أن أبدأ أريد أن أنوه أمرا بسيطا. أي شيء تحتاجونه من تفسيرات من أي موضوع تشاءون اكتبوا لي بالتعليقات وسوف أقوم بإنشاء حلقة عن هذا الموضوع. أعزائي، معنى ثلاثة قروء هم المطلقات ذوات الدورة الشهرية الذين هم من الممكن أن يكون نوعا ما أو يجب أن ينتظروا حتى ثلاث دورات شهرية، والتي هنا تعود ثلاث قروء إلى العدة. فبالتالي أتمنى أعزائي بأنكم حصلتم على الفائدة والمعرفة.